أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح، وقامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعته. وخلال لقائه عددا من المزارعين بمدينة طوخ، قال المحافظ إن الدولة قررت صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا.